اللي حصل في تونس يا عمر؟ هو الحمد لله طبعا كله توفيق ربنا، بس احنا كنا مركزين وبنتمرن، لان كنا مركزين بالذات زياده هناك في تونس، لان احنا ما عندناش هنا مراكب الكوستل دي في مصر، مفيش غير مركبه او اتنين حاجه كده. فروحنا عملنا الاول سيلكشنز فيها، لما اختاروا الناس عملنا سيلكشنز تاني بقى بس في المراكب العاديه على مين احسن دوبل عشان ينزلوا مع بعض وكده. فكان الحمد لله كان انا ومروان، وبعد كده لما رحنا هناك قعدنا بقى انا وهو نجرب المراكب بتاعه الكوستل، عرفنا نخش ازاي، نجري ازاي، ايه اتمرنتوا اسرع فين هنا طريق. قبل ما تسافروا؟ هنا اتمرنا عادي في التجديف العادي في المراكب العاديه. في النيل؟ لا انا قصدي ما اتمرنتوش في شواطئ، ما ما احنا في الشاطئ اتمرنا بس يعني فتره صغيره جدا كان فين؟ في الجونه، في الجونة. او يعني كنا قاعدين في الغردقه وبنروح نتمرن المراكب في الجونه. فلكن استعدتوا لها بقوة، يعني كان في استعداد، يعني ده فكرة الاستعداد بقوة ده، لأن تونس يعني في 9 ميداليات، تونس خدت 8.